خلوني ارحب عبر سكايب بالاستاذه حنان البدري، خبيره الخبيره الاستراتيجيه في الشؤون الامريكيه. مساء الخير يا استاذه حنان. اهلا، مساء الخير. الاول انا عندي اسئله كثيره جدا ما لحقناش امبارح يعني نتكلم عليها. هل حسمت كاميلا هاريس الترشح ولا لسه في كلام؟ هي اعلنت ان هي بتقبل وان هي بتقدر وجدا اختيار او تعضيد الرئيس بايدن لترشحها. فالسؤال لا انا فاهم ان مش كاميلا هاريس، اقصد حسم الترشح لصالح كاميلا هاريس ولا لسه في داخل الحزب كلام؟ لا، هناك بعض الاقتراحات داخل الحزب وبتخضع لمعايير دقيقه جدا، ليس فقط بالنسبه ليها كاسم ولكن للعمليه نفسها الانتخابيه. كما تعلم ان الانتخابات الامريكيه بالاساس بتعتمد على التبرعات. دلوقتي لما بايدن كانت معاه على التذكره بتاعته كاميلا هاريس، عندما اعلن تعضيده لها كمرشحه وانسحب، ده معناه ان ال 96 مليون دولار الموجودين زائد اضعافهم من قبل داعمين كبار للحزب كانوا جمدوا التبرعات بتاعتهم نتيجة عدم رضاهم عن بايدن بعد المناظرة. كل هذه الأموال ستكون بشكل تلقائي موجودة لحساب هاريس كي تستخدمها في حملتها. جمعت 50 مليون دولار امبارح يا وهاريس أستاذة حنان. أخذوا يعني انتخبوا ضمن المندوبين بتوع الحزب من أنحاء أمريكا كلها. فدلوقتي ده الحزب الأسهل. في حزبة تانية كنت قلتها امبارح باختصار شديد، الحزبة التانية بتقول اوكي هنعمل الشورت ليست دي، هتنزل كاملة، هنرشح حد معايا على نفس التذكرة، مفيش مشاكل، لقينا ان الافضل لينا بالنسبة لحملة ترامب اللي ضمان الفوز ان احنا نرشح معاها وهي مثلا تفضل نائب او يترشح حد تاني. في هذه الحالة لازم يبدأوا في الاجراءات الداخلية الحزبية من اول وجديد، وبالتالي يا إما هيجروا على الولايات ويحاولوا ياخدوا يستبقوا بانتخابات مبدئية إلكترونية سريعة وياخدوا الموافقة عليها أو على غيرها، أو يستنوا لغاية يوم 19 أغسطس عشان يطرح الأمر أمام المؤتمر العام في شيكاغو بالنسبة للحزب. لكن أعتقد إذا سألتني عن رأيي، أعتقد أن هي بالتعبير الانجليزي هتجري في الانتخابات دي. ودلوقتي في عمليه فحص لثمان اسماء انا نزلتهم على صفحتي بالصور، والاسماء دي فيها ناس كتيره قوي، فيها مثلا حاكمه ميشيغان ولكنها قبل قليل قالت ان هي مش بتفكر تترشح على تذكره نائب رئيس، او هي اصلا كانت من الاسماء المرشحه عشان تبقى تخلف بايدن. في كمان حاكم ولاية بنسلفانيا، ودي ولاية مهمة جدا جدا لأنها حاسمة وهتحسم الانتخابات. دي الولاية الأولى اللي اتعمل فيها الدستور الأمريكي، والأباء الأوائل عملوا الدولة في هذا المكان، وهو شابيرو. بس شابيرو يعني في هو أعلن دعمه لهاريس. أنا بتكلم دلوقتي على مين هياخد معاها كنائب رئيس. نعم نعم نعم. في واحد من أصل عربي، دان، ده حاكم ولاية كنتاكي في أريزونا، السناتور اللي هو كان رائد فضاء السابق، واللي لو تتذكر زوجة سناتور ماكين رشحته ضد بسبب غضبها من ترامب، رشحته اديت له صوتها كعضو في الولاية، وادت كمان حتى لبايدن. في كمان حاكم كاليفورنيا ولكن يؤخذ عليه ان هو تقدمي اكتر من اللازم. في ده مهم بالنسبه لهم حاجه ميشيغان، لان ميشيغان دي ولايه كبيره جدا، عماليه، صناعه الطيارات تتمركز فيها، فيها نسبه كبيره قوي من اللي بينتموا للحزب الديمقراطي، لان هناك في عرب كتير جدا جدا يعني. طيب يا استاذه حنان، لو سؤال معلش، لو تاخروا الى المؤتمر يوم 19 اغسطس مش كده يبقى تو ليت؟ يعني تاخير جدا جدا. ازاي؟ لا مش هيبقى تو ليت في حالة واحدة بس، إذا جابوا كارفل أنا بسميه الساحر، وأنا شخصيا تعلمت منه كتير من سنوات طويلة فاتت. كارفل ده بيسموه الساحر، هذا الرجل لو دخل بثقة، لو هو كبير السن وزوجته وللمفارقة هي اللي بتحط الاستراتيجية للحزب الجمهوري،
فهو كارفل لو جاء هو هذا الساحر كفيل بأن ياخد بإيد كاميلا وأيا كان من معها إلى البيت الأبيض، بل يدعم كمان الانتخابات في الكونجرس التجديد النصفي. الراجل ده عشان أدي لك نبذة عنه، هو اللي ابتدع استراتيجية الهجوم وترك مربع الدفاع نهائيا، عملها مع بيل كلينتون، فقصف قصفا الرئيس بوش الأب في الانتخابات لو تتذكر، عملها معاه في الفترة الانتخابية الثانية رغم ان كان عنده مشاكل لو تتذكر بيل كلينتون صحيح. وكسب، لدرجة ان بيل كلينتون بعته لإسرائيل عشان يدعم حزب العمل وانتخابات ايهود باراك الاولانية، وفعلا كسب رغم ان كانت حالته مشكلة ان هو يكسب. لما حب يبعته له تاني مرضاش ايهود باراك انه يروح يساعده فخسر الانتخابات. هذا الرجل عجيبة من عجائب وضع الاستراتيجيات في كيفية الفوز، إذا موافق ونزل بكل ثقله وهو عنده مؤسسة بيديرها، فأعتقد أن الفرصة كبيرة جدا جدا هتكون قدام هاريس. طيب هو من امبارح لحد النهاردة في شيء تغير في خريطة الناخب الأمريكي؟ يعني مثلا هل كما يقال يعني الدماء عادت تجري في شرايين الحزب الديمقراطي مرة أخرى، أم أن الموقف كما هو ما لم يتغير؟ ليست بشكل كامل. نعم. أولا الحاجة اللي أنا بعتبرها ممكن تكون إضافة كبيرة للحزب والحملة كاملة، هو أن الرئيس الزعمات بقى اللي هي ليها تأثير أوسع بالنسبة لمحيط الديمقراطيين وبالنسبة للناس في الولايات المتحدة. لو الرئيس أوباما دخل، هو طبعا أثنى كثيرا على اختيار الرئيس، على انسحاب الرئيس بايدن من المشهد. أيوه. لكنه لم يدعم، ولكن لم يدعم. نعم. كاميلا. لكن أوباما لم يدعم كاميلا حتى الآن. ما هو دي بقى المحك، ليه؟ لان اوباما عايز ميشيل مراته، يعني يمكن اوباما بيرتبط ب قطاع عريض جدا في على الساحه السياسيه الامريكيه، مش بس في حزب الديمقراطي، لكن قطاع شبابي من مرحله عمريه معينه. الراجل ده بدا حملته اللي هو الجراس روت، اللي هو دعم الحراك السياسي لدى الشباب، من الكلام ده بيعمله من سنة 16، يعني بحلول الآن هو عنده قطاع عريض جدا بيقدر بيحترم رأيه. هذا القطاع العريض من الشباب، معظم هذا القطاع العريض عندما فوجئ بأن بايدن مستمر، يعني شفنا ازاي يعني حالة الغضب والسخط وانهم مش هيروحوا اصلا الانتخابات رغم الخوف من ان ربما ذلك يصب في مصلحة حد زي ترامب. اذا ما خرج الرئيس اوباما ودعم اي ترشيح سواء كاملة او غيرها، فثق تماما ان الفرص بتزيد امام الحزب الديمقراطي. طيب هل معلش، هل اوباما مثلا طامع في ترشح زوجته ميشيل عشان كده ما دعمش كاميلا هاريس؟ لا لا اعتقد. وبعدين انا دخلت على سمعت جزء من كلام حضرتك في الاخر بخصوص قبل ما ادخل بخصوص الروايات التي تحكى، هي مجرد روايات. ثق تماما بان الساحه السياسيه او الحراك رغم ان في حاجات كتير مفارقات احيانا مضحكه، الا ان هذه القصه ليست صحيحه، بل على العكس. عايز اقول لك ان في مطالبات الان بمحاكمة المسؤولين من الدائرة الضيقة حول الرئيس بايدن الذين أخفوا عنه كما يقال حاجتين من ناحيتين، الذين أخفوا عنه النزول في دعمه سواء من الحزب أو خارج الحزب، أو من الناحية الثانية هم الذين متهمين أمام الرأي العام الأمريكي بأنهم أخفوا الحالة الصحية بتاعت الرئيس الامريكي عن العامه والراي العام الامريكي. نعم. وهي تهمه بيروج ليها معسكر ترامب على فكره. نعم. طيب استاذه حنان، بالنسبه للوضع الخارجي، هل الوضع الخارجي له تاثير على الانتخابات الداخليه الامريكيه؟ يعني كلنا عارفين ان اوروبا كلها واخده موقف من التعامل مع ترامب لانه ترامب يعني بيتعامل معاهم بالبلطج الذي يفرض اتاوات. في حين ان الصين وروسيا ليس لديها مانع من التعامل مع ترامب افضل من التعامل مع كاميلا، هل الاوضاع الخارجيه لها تاثيرات على الانتخابات الامريكيه في الداخل؟ ما لهاش تاثيرات قوي، لان المواطن الامريكي، يعني انا بتكلم على العموم او الاغلبيه، مش هو الانسان اللي بتشوفوه على شاشات التلفزه المتعلم المثقف الذي يتابع
الأخبار. يعني لو سألت أي مواطن عادي في الشارع فين عاصمة دولة كذا، مش هيعرف اسم صحيح الدولة أصلا يعني. صحيح فإحنا عايزين نقول إيه؟ نقول إن أمريكا دي عبارة عن شركة كبيرة جدا مترامية الأطراف، كذا دولة جوه بعض، لكن بيجمعهم اهتمام أساسي وأولي وهو الحالة الاقتصادية، لأن أمريكا دي صنيعة مهاجرين جم من كل أنحاء العالم، وحتى نقلوا ثقافاتهم وأكلهم وشربهم هنا يعني. فخلينا نتعامل بشكل واقعي جدا. الناس في أمريكا ما يهمهاش إلا حالتها الاقتصادية. الناس في أمريكا طبعا مع استثناء وحيد، وده السبب فيه على فكرة، نفس الشباب، نفس الشريحة العمرية اللي كلمتك عليها قبل قليل، نعم. بالنسبة لما حدث في غزة واللي بيحصل هناك. فأنا عايزة أقول لك إن ده اللي بيهم دفع الضرائب الأمريكي أولا. ترامب بينسب إليه بعض انتصارات، أي نعم جزء منها الاقتصادية مربوط بما الشغل اللي عمله الرئيس أوباما قبل ما يمشي، وهو جنى كل ثمار هذه الخطط، وده مش دفاع عن الديمقراطيين. لكن الناس كتيرة جدا بيعتقدوا إن ترامب قلل عن الضرائب عليهم، وهؤلاء هم المؤثرين اللي معاهم فلوس اللي بيتبرعوا له. لكن النقطة الثانية هي حكاية المثلية الجنسية اللي الحزب الديمقراطي ما عندوش مشاكل بالنسبة لها، بينما ترامب بيرجع الأمريكان للحقبة اللي كان فيها الحزب الجمهوري هو الحزب المحافظ قبل أن يختطف من قبل اليمين الصهيوني المسيحي. فالعملية معقدة جدا، من الصعب أن أنا أقعد أشرحها بالديتيلز دلوقتي وبالتفاصيل، لكن عايزة أقول لك الإجابة على سؤالك بأن تلك الروايات اللي هيحكم المسألة بالنسبة لهذه الحملة هو فريق جيد بيعمل انتخابات، زي ما ذكرت لك واحد من الديمقراط. الجمهوري عندهم خطط مبدئية، يعني هم بدأوا من الأسبوع اللي فات يعدوا خطط إزاي يتعاملوا مع كاميلا لو جريت، قبل ما حتى الرئيس الأمريكي يعلن إن هو هينسحب. ده واحد. الحاجة الثانية والثالثة المهمة هي إن الذاكرة بتاعت الشعب الأمريكي ذاكرة سمكة. هو هيروح مع الرئيس اللي هيغريه حتى لو كان شاف منه المر قبل كده. وفي النهاية هوصل لنفس السؤال، القضايا الخارجية لا تهم بقدر الحالة الاقتصادية والقضايا الملحة اللي بيهتم بيها الشارع الأمريكي، مثل قضايا الهجرة، الحدود، الرعاية الصحية وما إلى ذلك. نعم، شكرا جزيلا أستاذة حنان البدري الخبيرة في شؤون الاستراتيجية الأمريكية، كانت معنا عبر سكايب من واشنطن. شكرا جزيلا أستاذة حنان.